ما سبب حدوث الليل والنهار؟ كيف يمكن أن يكون الوقت عصرا في المملكة العربية السعودية وليلا في استراليا؟ الجواب أن الأرض تتحرك. اعتقد الناس قديما أن الأرض ثابتة وأن الشمس تدور حولها. نحن نعلم الآن أن الأرض تتحرك حول الشمس. الأرض تدور. تدور الأرض باستمرار حول الشمس، وتدور أيضا حول محورها. المحور خط حقيقي أو وهمي يدور حوله الجسم، ويمثل الخط المتقطع في الشكل أدناه محور الأرض، وهو خط وهمي يصل بين القطبين الشمالي والجنوبي للأرض. تتم الأرض دورة كاملة حول محورها كل يوم، فالدورة الكاملة تتم في 24 ساعة، وتقسم الساعة إلى 60 دقيقة والدقيقة إلى 60 ثانية. الحركة الظاهرية. تدور الأرض باستمرار حول محورها، مما يجعلنا نحن سكان الأرض نرى باستمرار أجزاء مختلفة من السماء، وتبدو لنا الأجرام السماوية وكأنها هي التي تتحرك حول الأرض. وهذا ما يحدث أيضا للشمس، فهي تبدو لنا بين الشروق والغروب في أثناء اليوم وكأنها هي التي تتحرك. هذه الحركة التي تبدو لنا هي ما يسمى الحركة الظاهرية للشمس. وفي أثناء دوران الأرض حول محورها تكون جهة الأرض المقابلة للشمس مضيئة فيكون النهار، بينما تكون الجهة الأخرى البعيدة عن الشمس مظلمة فيكون الليل. ومع استمرار دوران الأرض حول محورها يتعاقب الليل والنهار اللذان يتكون منهما اليوم. قال تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الظل. يتكون الظل عندما تعترض أجسامنا مسار الأشعة فلا تستطيع المرور عبرها، ويتكون نتيجة لذلك منطقة معتمة خلف الجسم تسمى الظل. يتغير طول الظل مع تغير موقع الشمس في السماء، فيكون الظل طويلا في الصباح الباكر ثم يأخذ في القصر ويتغير اتجاهه تدريجيا نحو الغرب كلما ارتفعت الشمس في السماء، ويصبح أقصر ما يكون عند الظهيرة، ثم يزداد الطول تدريجيا في الاتجاه المعاكس عندما تبدأ الشمس في الغروب. قال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. تبدو لنا الأرض التي نعيش عليها ثابتة، ولكنها في الحقيقة متحركة، بل إن جميع الأجرام السماوية تتحرك في الكون وفق نظام محكم ودقيق. فالشمس والأرض والقمر كلها أجرام تدور. فالشمس تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق، وتجري مع توابعها في الفضاء حول مركز مجرة درب التبانة. قال تعالى: وكل الكواكب التابعة للمجموعة الشمسية تدور حول نفسها، وتدور حول الشمس، وتدور مع الشمس حول مركز مجرة درب التبانة. والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا جميعا هو:
لماذا لا نشعر نحن البشر بحركات الأرض؟ وللإجابة على ذلك نقول إن ذلك يرجع إلى عدة أسباب. فحجم الأرض كبير جدا مقارنة بأجسامنا، والأرض تتحرك حول نفسها وحول الشمس بسرعة ثابتة لا تزيد ولا تنقص. كذلك فالأرض أثناء حركتها في الفضاء الخارجي تتحرك كتلة واحدة مع غلافها الجوي. هناك سبب آخر، وهو أن الأرض أثناء حركتها لا تحتك بأي أجسام تعوقها عن الحركة. هذا بالإضافة إلى جاذبية الأرض، فكل ما على سطح الأرض منجذب نحو مركزها، فهو مرتبط بها ويأخذ نفس حركتها. قال تعالى: تدور الأرض حول نفسها أو حول محورها دورة كاملة كل 24 ساعة أمام الشمس، وهي أثناء دورانها لا تدور بشكل عمودي، بل تدور منحرفة عن محورها بمقدار 23 درجة ونصف، ويكون دورانها باتجاه الغرب، مما ينتج عنه حدوث الليل والنهار. قال تعالى: فالليل يلاحق النهار بسرعة وحركة دائمة دون انقطاع. الليل للراحة والنوم، والنهار للحركة وطلب المعاش والرزق، وهذا التعاقب يساعد على حساب الأيام والشهور والسنين، وفي معرفة مواقيت شروق الشمس وغروبها. فيحدد المسلم أوقات العبادات كالصلاة والصوم والحج. ولو كانت الأرض ثابتة أمام الشمس لما حدث هذا التعاقب المستمر، ولظل الجزء المواجه للشمس نهارا دائما، والجزء الآخر ليلا دائما. ولو كانت الشمس بحجمها الهائل هي التي تدور حول الأرض لما استطاعت قطع المسافة في 24 ساعة. قال تعالى: ومن نتائج دورة الأرض حول نفسها اختلاف الزمن على سطح الأرض. فبما أن الأرض تتم دورتها حول نفسها من الغرب إلى الشرق أمام الشمس في مدة 24 ساعة، فإن الشمس تشرق على الأجزاء الشرقية من الأرض قبل الأجزاء الغربية، وبالتالي
يتقدم الزمن في الأماكن الشرقية على الزمن في الأماكن الغربية. فعندما تكون الساعة 7 صباحا في طوكيو مثلا، تكون الساعة في الرياض 1 بعد منتصف الليل، بينما تكون في واشنطن 6:00 مساء.